الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلد لكم حو بو حواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم تي دبلوم بوتام على برنامج نواصلتو ناي أنبياء ورسل الله سبحانه وتعالى بيلا أن الله سبحانه وتعالى لرسول الله كيوم منذرين ومبشرين ومبشرين ومنذرين لك يوم الله سبحانه وتعالى. عشان كده الله سبحانه وتعالى لبل يبقى قرآن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله سبحانه وتعالى رب العالمين رسول الأكا قلنا مبشرين بخير وجنة ومنذرين من عذاب ومن عقاب ومن السات ومن جهنم ومن سنة عاقبة. رب العالمين لا قل سبل مطيعين بجنة وبشر يوم وبجنة بشر يوم وقل سبل عساة من جهنم انظر يوم. والله سبحانه وتعالى لهم أنبياء ولهم رسل حق الأكا قلنا يعني لحجتي قلت يقيم ذي بعد دام عيب يعني عذر قيل لهلي عذر ألبوني من لو حر اللي من أدني أنا يا عمركو لا يسي سمعكو إلا تقول بقى كان عقو بقى أنبياء سمعكو ولا أنبياء ومتعكو ولا نبيع ومتعكا والحرام والحلال حق عليك عذر ألبكاني جلا بالعذر اللي يقري لهلي وسبب وسامعي عالكو ويأمر قلي تبل الله سبحانه وتعالى كمان لهم أنبياء لهم لا كذبنا. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل أن أولهم نوح عليه السلام يعني أول لهم أنبياء نوحته وأول الأنبياء نوحته ولا آخر آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى لبل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الله سبحانه وتعالى لا أنبياء مبشرين ومنذرين لك يوم ولدليلته إنا أوحينا إليك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح دي بنوح والنبيين من بعد حق نوح يعني فنجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوح أنبياء هلو ولكن الأول نبي الله نوحته ولا آخر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى دي بل اللي بل يعني يقول لا إلى آخر يعني قلة توحيد لا لا كيوم أنبياء وكلهم لا الأنبياء لطاعتنا يومكم سل واجب وحنا أدي لأمتنا آخر أمة حنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم حنا عشان كده رب العالمين الأنبياء لا كيوم قلنا وبيلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى لن آيات با خاطبنا الله سبحانه وتعالى لرئينا كفا نعبد وكفا من الشرك النقف كفا من أكيت النقف كفا من نسات النقف كفا دي بخير نقيس وكفا دي بخير نبطح وكفا بخير نطبط لي الله سبحانه وتعالى قل مؤمنين لخاطر وبوتو وقل أمتنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمة بعث الله إليها رسولا. الله سبحانه وتعالى يجيب كل أمة رسول لك أقلا من نوح وسيد محمد يعني فنجيهم كمان أنبياء الأمم على الأمم إلا كل أنبياء على ديبا كما لبينا عيسى موسى
وداود لهم كلهم كتب العرب لهم كتابنا الزبور بينا وناي الإنجيل وناي التوراة لهم قدم محمد لعلوتهم وحق نوح لعلوتهم لا شك في ذلك. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني مبر رب العالمين يتعبدوا رب العالمين عبدوا الطواقيت والنريم شواطين يعني مبر ربي العبادات لفتوا من مخلوقين لقبة من غير لقبة لهم كلهم طواقيتهم وطواقيت أنواعتهم. والله سبحانه وتعالى يعني نهينا من عبادات لنا يوم وبتوحيد لدعاوتهم الأنبياء لهم كلهم. وكمان يعني افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني إلا أن سلس سمعت عرف قلنا لا طاغوت ميت رب العالمين وهد حقنا هنا بطاعوت بطاغوت قلنا أكفر ببنا ولا إيمان رب العالمين لا تقلق بابه. وابن القيم هي بإلى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. يعني أنت مخلوق أنت بشر أنت عبد أنت لكن حقوما لحدودنا إيكا حلفك وعبادات حديك ومحرتنا تقيان دي بعتيك وعبدون بيرك لطاقوت للسمع ومن معبود أو متبوع أو مطاع. يعني اللهم من رضي أن يعبد من دون الله أنواعتهم ولا غنيرين من نبناء للبلتو. والطواقيت كثيرة ورؤوسهم خمسة هذا كمان سر بينهم قلنا هلا لطواقيت حمستهم ولرؤوس لنا يوم كمتهم حمس بلا أورو لعنه الله إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راد ومن عبد هو راد ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب إلا نحمس صفات لها اللي يبوت أقوتا إلا نبنى للتسف أقوتا إلا صفات ناية تواقيت تنميتا إلا صفات ناية تواقيت وكمتم لتواقيت لتواقيت حمستم على رأسهم إبليس لعنة الله عليه ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادته. يعني أول إبليس أقوته لعنة الله عليه لأن أكفر ربنا وكم سليهما كمان عبادة أول تعبد وهتورا هذه دام العبدو اللي ما قلنا أكفر ببنا لأنه مبر العبادة مبر رب العالمين يتقبل. وكمان من دعا الناس إلى عبادتي يعبدوا أنا سأل أنا ولا أنا أنفع أنا أدرر أنا أشفع أنا أجيب أنا رزق أنا قتل أنا ميت أنا حي للبل وقدام اللي عبدوا لحد اللي ما ينطع قوته. ومن ادعى شيء من علم الغيب ورا كمان هنا أنا المقيب بيه فهم قوة دلالة تمتعته فهم قوة هاي بلق تمتعته أنت كين اللي بتركبته أنت كين اللي حصل بالكاتر الليبل الحاجات لقيب ليه اللي يدلع للادعاء اللي مهيني ورا من الطواقيت. والآخرهم ومن حكم بغير ما أنزل الله يعني بمزاجه بهواه ناي رب العالمين ده أدم مننا ناي رب العالمين إلى الحزيني للبل وكتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم قلوا من ده أبا قلوا من ده نبزة وقلوا بيصلحون ده بيلا بكتاب وبرأيه وبناي نوصل الحكم اللي ما يعني من الدواقيت والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى لبل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يلعنهم الله، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللي دبا تواقيت لن تهاجي العناتهم وأدلتهم و بالله دليل دعيد ودرس كان أيدي إن شاء الله نواصلته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.